FM. El Kil Malik. شعاركم سي حسان كاين شفافيه مصداقيه حسن تسيير واللي يظهر لي فقدناهم المواسم هذيه في مختلف نقولوا القطاعات الرياضيه. الشعار هذيه نقولوا كلامك هو ان شاء الله باش نشوفوا التطبيق. كان موجود بالحق, هذا كان موجود معنا في الاربع سنوات الفارطه, اما كما كنت نحكي لك راهو رابط الهوات راهو مش كما تصوروها. للامانه جينا ملفات في الرابطه معناها اللي ما تقبلهاش قوانين في كرة القدم, ما تكون فيه اجتهادات فيها سواء بالخبرة سواء بكذا, لكن أمانة إن شاء الله نكونوا الشعار هذا إن شاء الله نطبقوه, إن شاء الله نعملوا الأندية كل على نفس نكونوا على نفس المسافة مع الأندية الكل ونعمل لهم معناها كيف معناها جميع الأندية سواء مساواة تكون بين الأندية هذه يعني تقريبا الشعار هذا لو خدمنا به مش نعاودوا مش نكملوا نخدموا به ان شاء الله. نفس الدورة اللي فاتت نفس شعارنا هو وهو هذا نفسه. زي حسان كيفاش نجموا نطوروا في رابطة الهواة وللأندية هذوما اللي ينشطوا الرابطة هذه, خاصة مشاكل كبيرة قلنا مشاكل فلوس مشاكل مادية تعيشها الجمعيات هذيا, مشكلة زاد الرزنامة برشا مشاكل أخرى شفنا ظاهرة العنف ولات توا باغتو حتى في الرابطة المحترفة اللي برشا ملاعبية معناتها يخافوا على رواحهم, حكام زاد كيف باش يزفروا مقابلات هكا, شنو نقولوا النقائص هذيا كيفاش باش تنجموا تتلافوها ان شاء الله المواسم القادمة. بالنسبة لظاهرة العنف مشكور المكتب الجامعي في اخر في بداية الموسم هذا كان اصدرت كما تعرف القوانين الجديدة اللي كانت اللي تصدرت في في شهر جوان, ومن بداية شهر جوان وقع تطبيقها. أي مسؤول يدخل الملعب 10,000 دينار, أي لاعب كيف يدخل الملعب ولا بنك الثالث, معناها فيها عقوبات مادية كبيرة ياسر. بهذا باش تطبق حتى على الرابطة الثالثة القوانين هذه, هذه قوانين صارمة إن شاء الله نطبقوها, وإحنا باش نطبقوا معناها في أي تقرير يكون عندنا من نوع هذا اللي خاصة المسؤولين, إحنا أنا نأكد من المنبر متاعكم هذا اللي راهو المسؤول هو تقريبا هو في الملعب, اذا كان يكون المسؤول هادي ويقوم بدوره كيما يجب في الملعب وعلى البنك الاحتياط, معناها لا تشوف لاعب ولا تشوف جمهور معناها يقوم باجتياح او بالعنف, ان شاء الله يكونوا مسؤولين بالفعل معناها. وبالنسبه لنا احنا كما كان يحكي سي حميده رانا موجودين 4 سنين موجودين في الملاعب, الاعضاء اللي تشوفهم فما منهم اللي اسبوعين, انا شخصيا ساعات نبدا بين زوج ملاعب في مقابلة معناها نتنقل بين في مقابلة, هذا الكل ليش باش مقابلات تتعدى في ظروف طيبة. نأكد لك اللي حسب الـ الإحصائيات العنف 2015-2016 هو أقل موسم في الأربع سنوات العنف, وإن شاء الله احنا ما نحبوش نشوفوا الإحصائيين, نحبوا إن شاء الله نشوفوا كرة نظيفة, نشوفوا كرة فيها استاد معبي بالجمهور من الفريقين مش من الفريق المحلي فقط, لأن كرة القدم بصراحة من غير جمهور ما لا طعم لها. إن شاء الله سلطة الإشراف وزارة الداخلية في النقطة هذه إن شاء الله يتعقل زاد الجمهور واللاعبين والمسؤولين, واحنا نقوم بواجبنا كمسؤولية رابطة والتحكيم زاد كيف يقوم بدوره والمراقبين باش ترجع كرة القدم كيما مواسم سابقة يكون الجماهير من مزوز فرق وتكون ويمشي البو وبنته يمشي للملعب والخو واخته يمشي للملعب ونرجع كيما العاده ان شاء الله. هذا في مخص ظاهره العنف بالنسبه للمشاكل الماديه ربما الانديه شنو فما كحلول للانديه؟ هي حلول هي تقريبا اكبر مشكله للانديه, وبصراحه برنامجنا لازم نركزوا على الشيء هذا وركزنا على الشيء هذا احنا مع الانديه ان شاء الله. كما كنت نحكي انا شخصيا تقريبا غدوه اني ماشي لاداره البرومو سبور مع وزاره الشباب والرياضه, لانه غدوه ان شاء الله العشيه عندنا ماضي 3 متاع العشية عندنا كمكتب تنصيب من المكتب الجامعي إن شاء الله, خاطر وبعدها مباشر والعمل متاعنا إن شاء الله باش نتصلوا بسلطة الإشراف وناخذوا موعد سواء مع سيد رئيس الديوان أو سيد وزير الشباب والرياضة, كيف سيد مدير عام بي دي جي البرومو سبور باش يشوفوا على مستحقات الأندية. هذه تقريبا رأي من أهم المشاكل هي ماديا, وعندهم حق رؤساء الأندية لأنه ما عادش تعطيك لا ولاية لا بلدية, المنح نقصت برشا في الجهات في من 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 جهات أخرى, ما بقات إلا الوزارة والجامعة والرابطة هم الوحيدين اللي مولوا الأندية, والحمل الثقيل على رؤساء النوادي. تعرف أقل نادي في الرابطة الثالثة يصرف على الأقل 180 ألف دينار أو 200 ألف دينار, إن شاء الله بشوية خبرة عنا ونعرفوا المسؤولين في الوزارة وفي الجامعة
وكيف كيف شوية مستشهرين زادة يلزمنا احنا كمكتب رابطة يلزم نشوفه تلفزة تنقل للرابطة الثالثة ويلزم نشوفه مستشهرين للأندية لأنه إذا كان فما 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 تلفزة فما برامج خاص بالرابطة الثالثة كما عملناه عام 2012-2013 كانت قناة خاصة تنقل في مقابلات حتى مباشرة عاملة برنامج إن شاء الله نعاودوا التجربة هذه مع قناة أخرى وهي بداية كان عاودناها لأنه تعرف من غير تلفزة ما يجيوكش مستشارين للرابطة الثالثة أكيد بهذا تولي فما مداخيل للأندية أكثر إن شاء الله خاطر مشكلة كبيرة المشاكل المادية اللي تعيشها الأندية أكيد إذا كانت تحللهم المشكلة هذية الأندية كل باش تفرح وتتلهي أكيد تتحسن معناها مش تتلهي كان في الأمور المادية وتنسى الفنيات وبالنسبة للملاعب يعني فما فرق عندها ملاعب جاهزة فرق عندها ملاعب مش جاهزة كيفاش باش تتعامل الرابطة مع النقطة هذه نتاع الملاعب هذا سؤال مهم وعلى بكري تقريبا لأنه كل موسم في صلاحية الملاعب هي العائق الوحيد لجنة البطولة والكاس والرابطة بالذات بالنسبة للنوادي تقريبا عن النادي فقط اللي عنده ملعب فيه أشغال هو سهم قصر قفص اللي طالع حديثا من القسم الرابع تعرفوا في الرابطة الثالثة ممنوع النادي يلعب على أرضية صلبة يلزم عشب اصطناعي أو عشب طبيعي إن شاء الله فيها أشغال إن شاء الله كما كانوا تصوبيل وخيان إن شاء الله يحذر ملعبها في أقرب الوقت لكن هذه دعوة من 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 منبركم هذا اليوم دعوة للبلديات واللجان صلاحية الملاعب باش يبدأوا على بكري لأنه فما عدة احترازات تعرف الأمنيين تو مسؤولية في صلاحية ملعب مسؤولية كبيرة ياسر وتعرف عدة الحماية المدنية والداخلية والبلديات ومندوبين وزارة الشباب والرياضة حتى الرابطة ساعات نحضر كأعضاء رابطة في صلاحية الملعب لأنه فما عدة احترازات إن شاء الله نبدأ اللجان تبدأ تخدم على بكري باش في بداية البطولة تكون جميع الملاعب جاهزة وما نكونش نتعرضوا لبرشة ضغوطات مع من نوادي وما كيف في تعيين المقابلات صعوبات كبيرة ياسر نتلقاوها في أول موسم هذا فيما يخص الملاعب صح ميدو أهمية الملاعب للملاعب أكيد أنت فني وتعرف خاصة للإصابات والكل إن شاء الله نلقاو ملاعب الكل جاهزة أكيد لسلامة الملاعب بالطبع شوف هو في بالنسبة للملاعب حاجة أهم برشة هي تقريبا هي الأرضية اللي باش تخلي معناها إن كان على مستوى نوعية اللعب معناها جمالية اللعب باش تشوف اللعب جميل أو حتى على مستوى صحة الملعبية والرابطة الثالثة شفنا كما فما بعض مشاكل على مستوى الأرضية لكن رينا ملاعب ما إيش متواجدة حتى في الرابطة المحترفة يعني كما من هنا يعني دونك بالنسبة للبعض الأندية عندها ملاعب ناخذوا وادي الليل مثال وادي الليل عنده ملعب معناها في الرابطة المحترفة الثانية مش موجود يعني تقريبا مؤسسة فيفا ولعب فيه حتى المنتخب لعبوا فيه يعني المنتخب يلعبوا فيه دونك التوجه واضح بالنسبة للرابطة وحتى الجامعة وأنه معناها باش نرفعوا شوية من مستوى لعبة كرة قدم خاصة في مستوى الهواة لأنه الهواة نعرفوا اللي أندية الهواة هي الممول الرئيسي للأندية المحترفة يعني لكان الملاعبي ما يتلقاش تكوين صحيح في الأندية الهاوية ما نتصورش أنا باش ينجم معناتها مواهبه هذه ينجم يسقلها في يعني في رابطة محترفة بعد في مشواره الرياضي هك علاش توا من منبر كاب فام يظهر لي معناها نوجه نداء إلى كل ما يهمهم الأمر يعني من معناها بلديات ولا حتى وزارة الإشراف أنه معناها الملاعب بصراحة تكون في حلة جيدة تكون في حلة جيدة إن كان على مستوى قبل اللعب كما حكينا وحتى على مستوى تأمين معناها اللقاءات والمباريات تعدى في ظروف طيبة معناها الجماهير تنجم تتنقل وتشاهد المباريات على المدارج الأمنيين يقوموا بدورهم كما يجب الحكام كذلك يقوموا بدورهم كما يجب فما شفنا معناها في الرابطة أنه معناها بعض المباريات معناها شفنا بعض الإخلالات يعني إخلالات إن كان على مستوى معناها اقتحام بعض العناصر إلى الميادين أو حتى معناها
تجاوزات من هذا برشا احداث دونك هذا يلزم نتهيئوا له منذ البدايه. وكما قال سي حسن معناها لجان صلاحيه الملاعب يظل يلزمها تجلس معناها على بكري وتتنقل على بكري باش معناتها ما تصيرش تعطيل للعمل الرابطه خاصه على مستوى الرزنامه باش الرزنامه تبدا في وقتها وتنتهي في وقتها. ونعرفوا احنا مربوطين بعديد من المواعيد دونك يلزم نحترموا المواعيد هذه. خاصة الرزنامة شفنا عن يوم منها ديت رابطة محترفة فما بالك في رابطة الهواة مشكلة كبيرة ان شاء الله يتلقى لها حل. سي حسن باش نختم معاك شنو توعد عندي ترابطة الهواة في المونتاج الجديد هذايا نتاعك خاصة انتم كتبتوا على برنامجكم مزيد الشفافية تكريس مبدأ الروح الرياضية تسهيلات إدارية نجاحات فنية تنمية الموارد المالية. صحيح ان شاء الله نوعدوا الأندية بالبرامج هذا من اللي حاطيناه ان شاء الله كيما وعدناهم برامجنا من 2012 2016 طبقنا منه اكثر من 90%. راهو البرنامج ما نجموش نطبقوه كمكتب رابطه. ان شاء الله يعاونونا فيه اول حاجه الانديه، ثاني شيء فما موجوده المكتب الجامعي وسلطه الاشراف وكل هذه تتداخل في البرنامج. ان شاء الله احنا علاقتنا جيده بالاطراف الكل، ان شاء الله يقدرنا ربي ونطبقوا لهم البرنامج هذايا اللي بصراحه اهم نقطه بالنسبه للانديه هي تنميه الموارد الماليه. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم والمداخيل الماليه ان شاء الله نوعد اللي باش نعملوا مجهودات كبيره مع المجموعه اللي معنا باش نطوروا من المداخيل انديه الرابطه الثالثه اللي هي المداخيل الماليه هي العائق الوحيد تقريبا. وبالفلوس ينجم النادي يكون وينجم النادي يصرف وينجم النادي يطور. ان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه هذه ونقوموا بواجبنا كما يطلبوا منا النوادي واكثر. الكلمة ليك.